السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم مهم جدا، غادي يفيدك في حياتك المهنية والدراسية. كنت ديجا درنا واحد الفيديو في لاشين ديالنا بالنسبة للناس اللي كيفكروا يمشيو يهاجروا ويخدموا في اوروبا، يعني الدول ديال الاتحاد الاوروبي او في كندا، وقلنا بان من بين الشروط خاص تكون كتعرف اللغة ديال ديك البلد اللي انت بغيتي تمشي ليه، يعني ماشي تكون متقن ليها 100%. المهم كتعرف الاساسيات ديال ديك اللغه. وقلت لكم بان غادي نشرح لكم واحد المنصه الكترونيه مفرها انابيك بالمجان. اذا هذه هي المنصه اللي غنتكلموا عليها، سميتها التيسيا. هذه المنصه هي هذه المؤسسه هي تابعه لواحد لونيفرسيتي كاينه في بلجيكا، ومهم هي خاصك تخلص اللي بغيتي تقرا عندهم، ولكن هما دايرين شراكه مع انابيك وتدخل تقدر انك تتعلم 7 ديال اللغات. شنو هما 7 ديال اللغات؟ هما هاد المؤسسه ديال التيسي عندهم 25 لغه، ولكن طالقين للمغرب للوكاله ديال انابيك 7 ديال اللغات. شنو هما؟ الانجليزيه، الفرنسيه، الالمانيه، الايطاليه، البرتغاليه، الاسبانيه، الهولنديه. بطبيعه الحال تقدر انك تعلمهم تختارهم كاملين، ما كاينش مشكل. انا غنوريكم كيفاش تسجل، ونوريكم كيفاش تخدموا حتى في هاد المنصه هادي. موف في صندوق الوصف ديال الفيديو اللي كتشوفوه. كنتمنى انكم اول حاجه بدا انكم تشتركوا في لاشين، كذلك تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تاهم يستافدوا من هذه الفرصه المجانيه هذه. راه من بعد تقدر تولي بفلوس، من بعد تقدر ما تبقاش غراتوي. غتلقاو في صندوق الوصف الرابط موقع التسجيل، هذا الرابط هذا غنكليكيو عليه باش نتسجلوا في هذا البروغرام. كتجي كدير هنايا انت يلاه غتحل الحساب ديالك، كدير دوموندي فوتر كونت غراتوي. حنا شنو غادي نديرو بعدا؟ غادي نمشيو اللي بغيت ترد هادشي بالعربي ردو بالعربي، راه ما كاينش مشكله، ورد هادشي بالعربي بحال هكا. شنو نزلت تلقى الشهادات، هاهي تقدم لك المنصه شهادتين، شهاده اجتياز الاختبار النهائي للمستوى وشهاده ساعه العمل. اش كيعني؟ ما كدوز مثلا وصلتي مثلا النيفو ديال بي 2، كيطلب انك باش تدوز الاختبار، ملي كتنجح فيه راه كيعطيوك شهاده انك عندك بي 2، وعندك كذلك شحال دوزتي من ساعه في هذيك المنصه. مثلا تيقول لك راه خديتي الشهاده ديال البيدو وراك خدمتي فيها مثلا نقولوا 300 ساعه ولا 200 ساعه، على حسب داكشي اللي خدمتي. كيعطوك شهاده بالنسبه للناس كيقولوا حق راه ما كاينش الشهاده، راه كاينه الشهاده. اذا كنجيو هنا كنديروا اطلب حسابك المجاني، نكملوا بالعربيه نيت. المهم هنا غيطلب منك انك تحتفظ بالجيميل ديالك، دير له اونغوجيستري كوش هاد البلاصه هادي، وهاد الجيميل اللي غيطلع لك هنا تاكد بان راه عندك المود باس ديالو، حيت هو اللي غادي يجيك ليه واحد الرابط باش كتفعل الحساب ديالك. عندك شي واحد يكون كيتسجل بشي جيميل اللي هو ما عارفوش. مزيان كنزلو هنا اطلب حسابك المجاني كذا كذا. من بعد كيقول لك ملي غنديروا هاد المراحل خصك تستنى ما بين 24 حتى 48 ساعه، بعد المرات تيبقاو اكثر باش كيجيك داك الرابط باش كيفعلوا لك الحساب ديالك. على العموم نزلو بحال هكا كنديرو سويف. تيقول لك لغات الواجهه، يعني هاد السيت او داك لابليكاسيون واش بغيتي، ماشي اللغه اللي غتعلم، يعني هكذا السيت اللي ولا داك السيت ديال التيسي واش بغيتي يبقى يبان لك بالعربيه وبالفرنسيه باش ما بغيتي انت. حنا نختارو حنا بالفرنسي، انت بغيتي تختار بالعربيه اختار بالعربيه. زعما السيت بحال بقى يبان لك اضغط هنا كذا كذا كذا، اما اللغات راه انت كتختار اللغه اللي بغيتي تتعلمها وتكليكي على سويف بحال هكا. تاكدوا ان المعلومات اللي كتدخلوا صحاح، داكشي اللي تكتب لكم في الشهاده. هنا قال لك فوتر برينو وهنا فوتر نو، شحال واحد كي ما كيفرقش ما بين البرينو ديالو وما بين لونو. البرينو هي السميه ولونو هي الكنيه، عقل عليها مزيان. هما راه كاتبين لك هنايا بان راه هاد السميات اللي كتدخل راه هما اللي غادي تكتبوا لك في الشواهد ديالك، اذا كتبهم صحاح. فوتر ادريس ايميل، عاود داك الادريس ايميل اللي هنايا عاود كتبها هنا، وتاكد ان داك الجيميل راه ماشي خطأ، خصو يكون صحيح وكتعرف تدخل ليه. هنا كتدخل النمره ديال لاكارت ناسيونال، لونجونغ ديالك واش اوم ولا فام، تاكدوا ان المعلومات صحاح. النمره ديال التليفون ديالك حتى هي تكون صحيحه. وهنا كتختار قال لك فوي انديكي لا ريجيون دو فوتر اجونس انابيك. بالنسبه للناس اللي خصك، هو نورمالمون تيقول لك خصك تكون انت ديجا مسجل في انابيك، ولكن تسجلوا شي ناس ما مسجلينش في انابيك وداز ليهم الحساب. مهم بحال دابا نقولوا واحد مثلا ساكن في كازا، مسجل في ولكن مسجل في انابيك تاع كازا، اذا غيختار الجهه ديال كازا 16. كنتي مسجل في الجهه ديال فاس مكناس، فاس مكناس راه فيها صفر وفيها بزاف ديال المدن. كاين الجهات هنايا، من نقول واحد مسجل في كازا كيدير كازا وكتكليكي على سويف. من بعد حيت حنايا اختارينا ليهم باننا راه حنا كاينين في جهه كازا 16، كيقول لك
انا سيليكسيوني فوتر اجونس ان ابيك دو لا ريج. شنو هي لاجونس اللي انت مسجل فيها؟ ما كاع لي زاجونس اللي كاينين في كازا ما طالعين لك هنا. شوف انت كاين جاي ديال كازا، كان كازا سطات يعني كاين سطات العصر. شوف انت فين على حسب كل واحد الجهه اللي يختار، ويطلعوا لك المدن ديال الجهات اللي انت اختاريتيها. نديرو حنا غير كذا عين الشوقه باش نكمل التسجيل وندير سويف بحال هكا. شوف واش نطلع لنا دابا، رد معايا البال مزيانه. قال لك فوز علي ريسيفوار ايميدياتمون اون كونفيرماسيون دو فوتر انسكريبسيون بار ايميل اوتوماتيكمون. قال لك في سور بلاس غادي يجيك واحد الكونفيرماسيون بانك تسجلتي. وشوف ميساج اخر قال لك اي دون يعني 24 اور ولا 48 اور اوفرابل، يعني يعني محسوبش فيهم، ما بحسوبش فيهم الويكاند. يعني مثلا تسجل في الويكاند راه غيتسنى اكثر، بحال دابا تسجلتي اثنين تسنى اثنين ثلاثة، المهم غالبا تيبقاو كيتعطلوا. المهم باش نجيكم من الاخر تقدر تسنى اربع ايام كاع. فوز الي غوسوفوا ان ايميل بور اكتيفي فوتر كونت. في الاول راه كتاكتيفي غير بانك تسجلتي في هاد بحال قدمتي الطلب، كيقول لك راك قدمتي الطلب وخاصك تسنى حتى اكتيفيو لك الكونت ديالك باش تدخل. هادشي كان غنشوفوه. كدير جي كومبري بحال هكا وكدير اونفوي بحال هكا. ربما طلعوا لنا هنا شي ميساج، كتبقى عندك كيطلعوا لك شي ميساج بالبرتغاليه ولا شي حاجه، ما كيهمش. كنمشيو لديك الجيميل ديالنا هيا. شوف راه سير بلاص جاتني واحد الرساله هيا كتبان. ندخل الجيميل كنكليكي هنايا ونقرا شنو كتبوا لي هنا. ميرسي دافوا غومبلي لو فور، تيقول لك شكرا حيت عمرتي الفورمولير ديالك راه توصلنا به. وما الرساله اللي كتجيك صافي كيعطيك كيوروك داكشي اللي انت درتي، ها هو داك كاع المعلومات اللي انت عمرتي وما هما هنا صافي. شنو دابا خصك، شنو خصنا دابا نديرو؟ خصنا نتسناو ما بين 24 حتى 48، وكاين كما قلت لكم بعد مره راه كيبقى اكثر. خصني دابا صافي نخرج دابا من هنا، هادشي ما ديما ندير هنا صافي. انا كياكد لي انك راك تسجلتي، وانا خصهم يعطيوني باش ناكتيفي الحساب ديالي. من بعد بقى الرقم الجيميل ديالي غيصيفطوا لي. الا شوف دائما الجيميل تقلب البواط دو ريسيبسيون، راه قالوا لنا تما الا ما جاكش في البواط دو ريسيبسيون قلب سبام او الرسائل الغير مرغوب فيها الناس اللي حالين بالعربيه. هاي سبام تقلب، ابغى تقلب هنا وتقلب هنا، تقدر تجيك في هذه البلاصه ديال السبام وانت ما تردش البال. من بعد ملي غادي تجيك الرساله غنقول لكم كيفاش غادي تجيكم. غتلقى واحد الرساله على هذا الشكل بحال هكا، الا ما بدلوش ليها الديكور ديالها ممكن تجيك بحال هكا. حتى انا كنت ديجا تسجلت هذه راه تقريبا راه شي 8 شهور وما عليناش. كيقول لك كري ان مود باس، اول حاجه تيقول لك كري واحد مود باس. كتكليكي على هاد البوطونه هادي كيديوك، نمشيو ندوزو للصفحه الثانيه، كيدوك للسيت ديالهم تيدير واحد المود باس. وهاد المود باس عقل عليه، هو قال لك خصو يكون على الاقل مكون من 8 ديال لي كاركتير. مود باس وعقل عليه حيت ولا تبقى تدخل به للسيت ولا لابليكاسيون باش تبقى تتعلم. ملي غتكريي غدير سويفون، دير هاد العين هادي باش يبان لك مود باس باش ما تغلطش فيه، وكدير سويفون كدوز لك لهاد المرحله تيقول لك فوتر مود باس اي تي بيان كري. اذا عقلت كدير عاوتاني كدير كونتينيو كدوز عاوتاني لهاد المرحله هادي، كيعطوك واحد الاسئله كتجاوب عليهم. حيت انت في الاول اخترنا باننا اللغه ديال 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 السيت يكون بالعربيه، غيطلع لك بحال هكا. يطلع كيقول يقول لك حدد اللغه ديال التعلم، شمن اللغه بغيتي. هو واخا تختار في الاول مثلا انا اختاريت الفرنسيه راه ماشي مشكل، من بعد في وسط السيت نقدر نبدل نتعلم شويه الفرنسيه، وكنمشي نبدل الانجليزيه ونتعلم الانجليزيه ونبدل الانجليزيه. ماشي الا بدلتي ماشي كيطير لك هادشي اللي تعلمتي. مثلا درت واحد الربعه ديال الدروس دوزتهم في الفرنسيه، قلت اجي نشوف عاوتاني الانجليزيه وبدلت الانجليزيه وقريت فيها واحد جوج دروس. ملي تبغي ترجع للفرنسيه ماشي غترجع ازيرو، هذاك الربعه ديال الدروس راه كيبقاو مسجل عندك راك دوزتيهم. عاوتاني فاش ترجع للانجليزي تلقى داك جوج دروس راه باقي عندك، واختار يمكن لك تعلم هادو كاملين ما كاينش مشكل. كتختار اللغه انت دابا، اختار اللي اختاريتي ماشي مشكل، وكدير فاليدي وكدوز. انا كيعطيك واحد اسئله عاديه، اسئله مهم. هادشي حيت انا كنت خصمت الفرنسيه كيطلعوا لي بحال هكا. انت ملي تختار العربيه كيقول لك هاد الشكل، تيقول لك حدد مسارك التعليمي. زعما علاش اختاريتي انت هادشي؟ واش استكشاف ثقافه؟ غير كليكي اللي بغيتي، استكشاف الثقافه الحياه اليوميه الدراسه والعمل. من الاحسن حنا نبقى نديرو الدراسه والعمل، كنحتاجو اللغه في الدراسه والعمل او العمل. كدير تاكيد عاوتاني كيعطوك شي اسئله كتجاوب عليهم عاديين بحال غير استطلاع ديالهم هما، باش كيشوفوا الناس اللي كيجيو تسجلوا علاش بغاو يتسجلوا. مثلا تيقول لك شنو انت كدير، واش ليديكاسيون فينونس كدا، غير كتجاوب وصافي. يعني ماشي شي حاجه كدير كونتينيو تحت. في الاخر كيطلع لك واحد تيقول لك باش تحدد المستوى ديالك. الا انت مثلا عارف المستوى، تيقول لك جو كوني مون نيفو، انا عارف المستوى ديالي في ديك اللغه مثلا في الفرنسيه. تقدر كدير جو كوني وتختار واش النيفو ا1 ا2 ولا كذا. الا كنتي مثلا ما عارفش كيقول لك دير واحد تيست
فيه 40 دقيقه كيبقى تجاوب على واحد الاسئله جوجو، في الاخر تقول لك مثلا انت المستوى ديالك مثلا راه ضعيف ولا ضعيف جدا ولا متوسط ولا كذا، وكيبداو كيبداو معاك ابتداء من داك المستوى ديالك. ولكن انا بالنسبه لي مثلا دير انت جو كوني مون نيفو، ملي كدير جو كوني مون نيفو في الاخر ملي يقول لك بدا انت من ناقص واحد، يعني من الواحد مبتدئ. انا نوريكم كيفاش. المهم اللي بغيتي دير التيست دير التيست، ما كاينش مشكل. المهم من بعد انت حتى الا خرجتي مثلا من لابل، راه كاين ابليكاسيون سيرر لجوجل هادي الاب ستور على حسب كل شنو عنده، واش الابس الايفون ولا كذا، غاتيليشارجي دير شوف العالم يكون هادي التي سي، غير التي سي في الروشيرج وتيليشارجيها. ولا عندك البي سي من الاحسن كتكون كبير داك الشيء، خدم بقا تخدم من البي سي، غاتبقى تدخل مثلا حيت دابا انت راه عندك حساب كدير اكسيدي افوتر كور، يعني انا عندي الحساب ديالي. هادشي الا ديجا انت خرجتي، ما الا كملتي داكشي اللي كنا كنقولوا كتكمل نيشان في السيت، بحال هكا كمل نيشان في السيت. الا خرجتي احتفظ بالسيت وبقى تدخل ليه، غيطلب منك الجيمون المود باس وتدخل عادي. كما قلت لك ملي غادير انت ملي غتختار بانك راك عارف المستوى ديالك شنو غادي دير، هادو هما المستويات ا 1 ا 2 بي بي 1 بي 2 سي، غادي انت ناقص ا ناقص 1 ناقص ا 1، يعني باش يبداو معاك من الزيرو. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ من الزيرو بحال هكا. وراه تطبيق رائع جدا، عندكم شي واحد يفرط فيه وبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك ومع العائله ديالك، خوتك راه مزيان فهاد الصيف جالس جالس وغتعلم. ملي كدير المستوى ا واحد كتجي هنا كدير مثلا ها هو كيعطيك الدروس ا واحد، هاد المستوى ا واحد شحال فيه من كور، فيه واحد فيه 12 كور المستوى مثلا كذا، كدير ملي كتكليك على هادي كدير بارلون فرونسي وكيطلع لك واحد الفيديو، وشوف انت داك شوف داكشي تبع داكشي اللي قالوا لك. Les sous-titres de cette vidéo sont disponibles dans d'autres langues. Clique sous les sous-titres pour changer de langue. Et la langue maternelle de plus de 90 millions de personnes à travers le monde. Au total, plus de 280 millions de Français possèdent aussi ce service et au Grand-Duché. المهم بخلاصه في الفيديو الاول تيعرفك باللغه الفرنسيه شحال واحد كيتكلم بها، الدول اللي كيتكلموا بها، داكشي هذا غير بحال ديال ثقافه عامه وصافي. ملي كتسالي الفيديو كدير غوفونير هكذايا، نمشيو عاوتاني نشوفوا الصفحه الرئيسيه عاوتاني. دابا حنا سالينا هذا غير فيديو توضيحي كيحدد كيعرف لك ديك اللغه اللي اختاريتي، كون اختاريتي الانجليزيه غادي يقول لك الانجليزيه شحال واحد كيتكلم بها كذا كذا كذا. كنمشيو للدرس الثاني بحال هكا، ملي كتكليك على مشي الدرس راه كتلقى فيه بزاف ديال لي تيتر. فانت كتبدا من واحد، ها هو بدا دائما من الاول قبل نتبع الترتيب لي فوايي برينسيبال، كتكليك بحال هكا دائما بدا من الاول بدا الترتيب، مابقاش تنقص. كيعطيك فيديو تصنت الفيديو اش تيقول، واخا نطول عليكم شويه لكن باش تفهموا الخدمه. لي سوتيتر دو سيت فيديو سون ديسپونيبل دان دوتر. هنا تيقول لك لي سوتيتر باش يبقى باين لك بحال دابا كدير افيشي سوتيتر، ديك الهضره اللي تيقول كتبقى تبان هنايا. Cliquez sur le bouton sous les plusieurs manières. Et une même lettre, les voyelles, les U, Y, T, O comme dans sport, U comme dans rue. Oui, mais là, quand tu as l'ouïe des voyelles, tu veux dire que tu as l'ouïe des lettres, tu as l'ouïe des lettres. Ça, tu as l'ouïe des lettres, tu as l'ouïe des دابا الفيديو في الاول هو الدرس، وكيعطيك كتمشي عاوتاني رقم جوج اكزيرسيس، كدير اكزيرسيس سمع عاوتاني اش غادي يقول لك وخصك تجاوب. يعني تيقول لك هنايا سيليكسيوني لا بون ريبونس، من بعد ملي غتسمعنا تختار شكون هو اللي صحيح في هادو. نطلقوه نسمعوه. كار كار، هاد الكلمه اللي سمعناها تيقول لك شنو هو داك الحرف العله، المو بالعربيه حق اسم حروف العله، شنو هو داك الحرف اللي كاين في داك كار. نديرو مثلا ا وكدير فاليد، تيقول لك كوريكت، كدير كونتيني عاوتاني كتكمل كتسمع وتبقى تختار، تكمل تسمع وتختار. يعني ما نطولش معكم انا، غنوريكم كيفاش تخدموا وتمشي. ملي غتسالي هادشي كامل في الاخر غيعطيك شحال جبتي، كدير غوفونيغ هنايا ممكن دير كيقول لك كيتي ليكزيسيس، اذا اوكي انا هاكا وريتكم كذا، وتي ليكزيسيس الثاني الثالث كذا. راه ما كاينش غير السمع، كاين ديال السمع في الاخر غنوريك ديال الكيتي، ممكن يبقاو غادي وتيطولوا كيزيدوا معاك في النيفو. نجيو دابا لواحد، نمشيو لاكوي الصفحه الرئيسيه، واحد قال لك صافي تعلمت انا وصل بغيت نتعلم الفرنسي في نفس الوقت مشيت تعلم الالمانيه ولا الانجليزيه، كيفاش غادي ندير؟ ها هو حجم كتلقى ما بروغريس، يعني فين وصلتي مثلا ملي ناقص او واحد الى ثلاثه كلها خصك تولي عندك 100% تولي 100% غادي غادي حتى كتوصل لاحسن نيفو اللي هو سي. راه كاين سي دو
كما راك وصلتي غير البيدو راك راه عندك شهاده معترف بها دوليا. المهم معليناش كنجيو هنا بغيتي تبدل لغه اخرى كتجي كدير موديفي هنايا نديرو مثلا بغيت الانجليزي كندير الانجليزي وكندير فاليدي اذا كيتقلب ليا الانجليزيه عاوتاني نختار من ناقص واحد ونبدا نبدا من الاول جوج كذا 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 ونكمل المستويات ديالي عاوتاني بانت ليا نتعلم شي لغه اخرى كندير موديفي ندير مثلا الايطاليه بحال هكا وكتفاليدي وهنا عاوتاني كيعطيوك تيقول لك علاش خسريتي هاد اللغه وهذا تجاوب هذوك الاسئله اللي كتجاوبهم وتكمل الاسئله اللي كيعطيوك وتكمل اللغه اللي بغيتي. اذا هادي اللي كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لابليكاسيون هادي كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.